السلام عليكم. شطين أردبي أبات تشتريها. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا محتاج أردبي أبات تشتريها. لا أنا مشكور ما أخذ، أنا بس أردبي أباتي. عندي أيتام ما أقدر أخذ يعني. لا لا أنا تسلم مشكور ما أخذ، أنا أردبي أباتي 20. لا 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 مشكور مشكور والله ما. كل واحد يبيع أباته. وبالنجف تجاز سولفين بدها تحكين. خلينا نكمل. ابد 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 والله. السلام عليكم. السلام عليكم. اردبي اباتي تشتريها محتاجه ما عندي، وعندي ايتام. انطيك فلوس؟ لا انا ما اريد فلوس، انا اريدك تشتري اباتي. لا انا انطيك فلوس بس ما اشتريها. ما اقدر والله ما اقدر اخذ. بيعين عبات. انا ما اقدر قاعد اقول لك والله. انا انطيك فلوس بس ما ابيع عبات. ما اقدر اخذ فلوس والله. انا ابيع. لا ما انا اقدر اخذ. لا لا تسلم عيني والله ما اقدر. ايش قد ترديني فلوس انا؟ لا تسلم عيني والله ما اقدر. انا محتاجه وارد ابيع عباتي. انا انطيك. لا تنزعين عباتي. انا انطيك فلوس بس. اسمع اشتري بس عبات. لا ابد ابد والله ما اخذ. بس اشتري اباتي ما اخذ فلوس. انا 50 كفي. لا انا ما اخذ قلت لك والله العظيم. احنا نعرف هذا الشيء وعدنا ايتام. هذا شرف، هاي عزه، هذا كرم، هاي اخلاق، هاي مبادئ. احنا متربيين على هذا الشيء. الميسن والدارس والثاني واللي يعرف لازم يقول عنده ايتام يحس ويعرف هذا الشيء. حي الله ولد علي. قل له هاي عزتنا وشرفنا مبادئنا. احنا متربين تربيه انه العبايه شيء مقدس خصوصا بالنجف الاشرف. الكل يدري. تخيل انه انت عايش بالنجف حتى واذا لم تكن نجفي وتشوف مثل هيك موقف يلامس مشاعرك الداخليه، انه انت مره حرمه جايه تبيع عبايتها حتى تطعم ايتامها، يقبلوها ما يقبلوها؟ هذا اول تجربه، اول هذا اول مقطع ما قبل. انا انطيك فلوس، ايش قد محتاجه؟ ايش قد تريدين؟ بيش عرض عبايتك ب 20؟ هاي 50,000 بس تبقى عبايتك على راسك وانت موجوده بالنجف. شنو اللي تحتاجيه نوفر لك؟ بس العبايه تبقى على راسك. هاي غيره اهل النجف. وحياكم الله ولد علي، وهاي امو جديده عليكم.